عليكم الاخوان، كيف راكم؟ كلشي مزيان؟ الحلقه ديال اليوم ان شاء الله كلشي كيسول عليها، كيفاش غادي نديروا نروضوا طائر بحال هذا الشكل هكا اللي ولي تنفقوا تيرجع عندي، ما يكونش تيخاف من يديا. اول ما كندخل البيت كيولي تيجي عندي. الطريقه الاخوان راه بسيطه، والسر كيف كنقول لكم ديما انه هو الطعام. فاش كتاخذ الطائر باقي صغير من العش كتروضوا، كيولفك تيولي اول ما تيشوفك تيجي عندك. اول ما كتعيط ليه او تاخذ السرنج في يديك، تبان معايا الحلقه غادي تشوف الطريقه كيفاش كيف كيطير السرنج او تحرك الكاس تيولي تيجي عندك الطائر بالزربه كيف ما كان نوعو ببغاء او جميع انواع طيور الزينه الصغار. العلاقه اللي كتكون بينك وبينهم انك تطعمو بالسرنج، اول ما تيولفك الطائر كيولي كيسمع صوتك تيجي عندك ديري. شوفوا معايا الحلقه ان شاء الله غادي تشوفوا جميع انواع تاع لي زانسيبارابل والكاكاريكي والانواع الاخرى الصغيره، انها راه طيور ذكيه وقادره انك تجيب بها الطياره الحر وتروضها على يديك. تبعوا معايا ونتمنى الحلقه تعجبكم. واول حاجه ما تنساوش الدعم ديالكم، اللي عجبت الحلقه دير جيم بارطاجي. والسلام عليكم ورحمه الله. زيد زيد طلع 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 زيد بلاستيك اجي هبط زيد برافو زيد انت زيد زيد برافو. شتو طريقة الترويضة الإخوان؟ كتخليو الطير يتعلق بكم بالماكلة، تيولي تيبغي توكلو السرنج أول ما تعيط عليه. شتي زيد صافي، كتحفظو هاد الكلمة هادي نتاع زيد. هانتوما تشوفو هما تيشوفو الماكلة، هانتوما الإخوان. زيد أجي تانتا زيد. شفتو الإخوان؟ أول ما كيتعلق بك الطير كتولي كتولف ليه الأفانتيه كيف قلت لكم، كتولي هادي نقطة الضعف نتاع الدريساج. هانتوما شوفو ها زيد أجي عندي زيد أنت برافو عليك. شفتوا الإخوان هانتوما هما غرضهم بالكاس، كتشوفوا حيت هما ولفوا هذا الصوت هذا اللي كتسمعوا هكا نتاع الكاس، سمعتي؟ كبروا معاه، أول ما كيسمعوا هذا الصوت صافي هما تيجيو عندك بهذا الصوت هذا، عاد كتبغي كتهضر معاهم. زيد أجي. شفتوا الإخوان طريقة الترويض؟ راه جميع طيور الزينة أي طائر كيف هانتوما زيد كي تيحفظ السمية نتاع زيد صافي تيجي عندي. هانتوما زيد شفتوا الاخوان؟ يعني هذا الترويض بسيط نتاع جميع طيور الجنان. انتما شوفوا الصوت ها، شفتوا الاخوان؟ يعني هذا الصوت هذا كيسمعوه من بعيد، من البيت الاخر تيسمعوني كندير لهم هذا الصوت، كيبداو يغوتوا يقلبوا عليا. وهانتوما دابا بلا كاس هو زيد اجي هاك هاك زيد عندي. شفتوا الاخوان؟ هاك زيد هاك زيد 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 زيد. تيحفظوا هما هذه الكلمه نتاع زيد ولا الكاس. هانتوما شوفوا زيد هاد الترويضة الإخوان راه بسيط، أي طائر أي نوع كيف ما عجبكم، لي زانسيبارابل كاكاريكي المولينا ولا أي نوع أنت تيعجبك في الطيور، كبرو فريخ صغيور يكون باقي صغير، راه أول ما ما كيتفطم ها أنت. زيد أجي عندي أجي عندي زيد زيد طلع 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 طلع. شفتو هانتوما زيد شفتو الإخوان؟ يعني هاد الطريقة بسيطة وتيولي الطائر تيتعلق بك، يعني فاش كيشوف مبقاش تيخاف منك، وكي تتهضر كي تتولي كتعيط عليه ولا تسمع صوتك تيجي عندك. زيد 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 هش 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 هاك يلا زيد 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 هاك هاك برافو برافو زيد انت. شفتوا الاخوان؟ نتمنى الحلقة تعجبكم، استناو ان شاء الله حلقات جداد غادي يكونوا مواضيع في المستوى. السلام عليكم ورحمة الله. نكلو فريخات مساكن راه جيعانين شوية، واخا مفطومين ولكن كنحاول نجوعهم شي شوية، باش إلا جيتي كدريسيهم بهاد الطريقة نتاع زيد أجي وكتوكلهم، تيبقى ديما العلاقة بينك وبينه. واخا الطائر تيكون مفطوم ولكن تيبقى ديما كيسمع صوتك ولا كيسمع صوت الكاس كيجي عندك تيجري. استناو إن شاء الله حلقات جداد غادي يكونوا مواضيع في المستوى. السلام عليكم ورحمة الله. سير سير هاش زيد زيد برافو عليك. سيرو سير برافو عليك زيد هاش انت زيد هاش زيد هش زيد برافو زيد
زيد زيد اجي اجي هاك هاك زيد زيد اجي براف هاك زيد براف سير تاكل سير تاكل دار ذلك براف 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 دار ذلك براف يلا سير سير باش تجي سير اجي يلا طلع طلع زيد زيد اجي زيد زيد اجي طلع بلاصتك يلا اجي هاك 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 زيد زيد اجي هاك برافو عليك يلا سير تاكل برافو عليك برافو عليك زيد 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 هش زيد برافو بارك عليكم يلا بارك زيد لارا اش اش يلا بابا هاك 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 لارا زيد اش يلا لارا لارا هاك 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 اش زيد زيد اش يلا هاك لارا اش اش هاك برافو اش برافو يعطيك الصحة تبارك الله عليك